سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباحكم الصباحي والورد بالميلاحي، صباح ناس سايرين الرياض اليوم. وليش أقول هالشي؟ مثل ما قالوا المصريين بالبق المليان، لأني ما جيت الرياض أظني. شو بقولكم، ما بصدقون إن من الثمانينات، من الثمانينات ما جيته. حد يروم ما يصير الرياض من الثمانينات؟ أنا ما أصير بقعة إلا إذا لي حاية، ما أصير بقعة إلا إذا لي حاية كشتة ولا علم ولا خبر، فرح ولا حزن ولا، لكن ما استوت لي سيرة جدا الرياض إلا الحين. هذا وين الله كتب لي سيرة، وإن شاء الله إن الله ييسر الأمور ويوفق الحين. هلا الله يحفظكم، بارك الله فيكم. وقت يراه في الوجه، الوجه مجشعر والحالة لله، وإن شاء الله نبي غدي زوين زوين بخيل الله. زمان الزين وقف، الحين المتعلج ولا الطايح اللي بو يحيد عمره تحت يتلاحق عمره بتعديل وتصبيق وتهذيب، وتخلي شوية على الأقل يتبرق فيك الوي. النبي تخلي عمرك على عمل بحرك، تبعد سبحانك يا رب. المكينة تبى تشيك الضاحية تبى رضام، الزريبة ونخلها يباله خلابة، يباله خف يريد خف زور، السياير يتغسلن، الكنادير ينخد من غاوي وينكون وعقبي اللبسن. ما شيء إلا من عقب التعديل، يعني ما يغدي هالنمونة. لا مثل ما قالوا، الزين دانق والعدال دانقين، الزين دانق والعدال دانقين. سالفة الزين دانق والعدال دانقين الحين بخبركم. هذا الله يحفظكم رجال في السنين الأولية واجف قدام بيته، يعني شي طايح على كيكيد صغيروني، وطايح حد يخطف عداله ما يرد عليه السلام، ما حد قال له شحالك ولا سلام عليك ولا مساك الله بالخير ولا صبحك الله بالخير ولا انت وين ساير ولا كانك حي، ما حد درابه لانه لابس كنادير مسمله. يوم عدها كل يوم قال انا برويكم صنع الله، ليش ابوي يتعدل ولبسات الكندوره المصبوغه وتروح ومتجحل صراي ومتسفر هالتسفير الغاوي، وقابض سنع الاول وقابض سنع الاول وشاب ركبه ومبرد ضو وحاط دلة الرسلان وغادي، واحد صليج وجهين صار عليه وكل حد خطف عداه، سلام عليك يا شيخ، سلام عليك يا شيخ، صبحك الله بالخير يا شيخ ومساك الله بالخير يا شيخ. قال هي ترى شي السالفه، كل يوم انا اجلح املح ما حد حتى يعبرني ولا حتى حد درابي. يا غير شوف يوم تعدلت، لذلك اطلق اطلقت هذه المقوله، الزين دانق والعدال دانقين. هم من بون الزين يسلمون عليه سلام بارد، سلام عليك، لكن زين ومتحفل بعمرك، زين ومتزقرت، اوه توجف الماشي. هذا يقولون عنه يوجف الماشي، يوم روحه زين ويتعدل شي غدي يغدي يوجف الماشي. يلا بس عاد عليكم. يا جود مورنينج يا ام الحنايا، جود مورنينج. هير 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 ثانك يو. هذا اللي خبركم عنه اللي هو عصير شراب العافي، هذا هو. وعلى طاري سيرة الرياض، الله يسلمكم يا رب، شوف شمس وانزينها. على طاري سيرة الرياض، شيء الله يحفظكم، عندي الأول صدقان الثمانينات كنت أيها الرياض، جيت يمكن 4 أو 5 وديات أي بيت أسرة، والأسرة هاي انقطعت علومها عني، ما أدري بهم شو علمهم شو خبرهم وين سارة وين يو. من هاتش السنين ما دريت بهم ولا دروبي، ما أدري ما شي تواصل بيني وبينهم، شو السبب
ضيعت ارقامهم وكل شيء، لكن انا الحمد لله حاليا بتوجه الى الرياض. اليوم طيارتي الساعه 11 ان شاء الله، بكون في المطار الساعه 9:30، بجلس في الرياض اليوم اللي هو السبت والاحد والاثنين ان شاء الله، بضوي ابو ظبي الساعه 4 طيارتي ان شاء الله، بوصل ان شاء الله الساعه 4 يوم الاثنين، بجلس الثلاثة والأربعة، ويوم الخميس بطير لمدة أسبوعين إذا الله جعلنا من الحيين. المراد كان تربط بيني وبين صديق من أهل الرياض اسمه متعارف وياهم في مصر، وتميت أسير وي عليهم في الرياض، عني لهم عنوة من بوظبي أطير من مطار البطين اللي حينه ما أدري له اسم، يمكن تغير اسمه، ما بمطار اسمه مطار البطين الاول، اسمه مطار بوظبي الدولي، وعقب جلبوه سموه مطار البطين، ها المطار الاولي هذي نطير منه، واطير سيده للرياض. كملت كم من سنه يعني في السنه يصير وديتين ثلاث او وديتين والله او ما اتذكر، المهم ان تمت علاقتي وياهم قويه، وعقب قطعت العلاقه ما ادري شو اللي استوى يعني. ليش اقول هالرمزه وليش عديت وين بسكن في الرياض؟ بسكن في الرياض المدة على الأقل وين بسكن في الرياض؟ بسكن في الرياض، تنسيت من طول السالفة وايد طويلة سويتها. المراد هاي حياتي يعني كلها مطمط شيء. المراد بسكن فندق اسمه ريتز كارلتون، فندق ريتز كارلتون يمدحون يقولون وايد فنان ومن أجمل الفنادق اللي هي الرياض، ما 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 يباله لين يقصى الفندق هذا معالمه وجماليته ويقصى علمه وخبره شهر، وأنا بيت ما ظني حتى تظهر من الفندق كان هالنمونة فنان. المراد فالله يحفظكم العائلة هاي اسمها عائلة المعلمي، اسم الرجال من سنايني هو أكيد شوى بحين، لا والله كبري هو، كبري ولا أكبر عني بسنتين، أكبر عني بسنتين، فإذا حد يعرفه ولا يدريبه ولا علم ولا خبر يخبره أني أنا ساير هناك. شيء يصور له الفريجة، صور له والفريجة، لكن هل هو هل هو حي هل هو ميت؟ إذا حي الله يحافظه ويخليه، وإذا ميت يعني الله يغفل له. له والفريجة في بيتهم، شي فلة صغيرونة فلة تم بيتهم فنان، وأجلس عندهم عند فريج عند هلهم، فعندي صور الفريجة هو له من هايك الأيام. أبوه اسمه يحيى المعلم، يحيى المعلم في الجيش يشتغل او في الشرطه، ما المهم كان ادريس، ما اتذكر هلك الايام ادريس شو هذا كان، لكن مال 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 العسكريه ادريس. اسم الابو يحيى المعلمي، واسم الولد عدنان، الولد انا ربيع الولد، وعنده اخو اصغر، وعندي جميع الصور في بيتهم كان، وصور واحد اسمه خالد بن عبد العزيز الدهش بعد، لا هي خالد بن وخالد بن عبد العزيز التويجري، التويجري هاي يقولون عقب استوى كمبني عود من الكمبنيه اللي ما شيء كبرهم، الحين امسات ما ادري من واسال قالوا هذا التويجري اللي هو خالد بن عبد العزيز اللي انت اللي تطري ها استوى عود شخصيه من الكبار وما تشو وقت قميضه، وحين قالوا لا قلت قرب الله تك الحظ، الاول يوم هو إنسان عادي أنا وياه وعندي جميع صور فنانات في القاهرة، فلو أني اللي عارف مكان ولا علم وخبره بعد يخبره هذا الرجال كان حصل رخصة ولا شيء، سبحان الله أنا سمعت أن أموره شو متعقلة وأن الله يسهل عليه وعلى كل مسلم، كان بخير وسهل يطرش حد نرويه له عندي صور عمرهن أكثر من 38 37 سنة، نعم صور تطرد الفقر 40 سنة، لاك الصور وكان في بيتهم قوم عدنان يتجمعون شباب وربعهم صدقانهم، فبحط صورة واحدة منهن إن شاء الله وأنا سائر المطار، لحما فيه ورايه سبوح وتلبيس وما أدري شو ما فيه تأخر، فإن شاء الله إني بنزل صورة من الصور قديمة يعني، وإن شاء الله إنهم يعرفون عمارهم اللي هاتش الأيام يحيدوني أنا أي عندهم، نسيتهم والله والله ما أتذكر لا اسم خالد بن عبد العزيز الدهش وخالد بن عبد العزيز التويجري ويحيى
عدنان بن يحيى المعلمي، حتى اتذكر مهم من حل الطايف، من حل الطايف اظني، وحط اللي خلاني اتذكر. بس عاد عليكم يلا. Good morning. ما انا ما تاخرت. السلام عليك ابراهيم. شاك ابو خليل. يا ربي ما زين الابيض عليكم ابها. تبارك الرحمن. تعال انت بسك من داخل تعال. انت ما تريقت؟ محسن ما ريقت ابراهيم؟ قلت له علي لا مش عايز افك انا واكل. قم 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 خلي بسرعه. كره الله تهلك نخه. ها انت ايش تباني اسوي؟ يلا حين دقيقة واحدة بخلي ربك ما تعبت في الطريق. لا لا الحمد لله جايبني والد اختي وربيعة. زين بارك الله فيهم. يلا خلصت. منو؟ كلهن داخل عندي انا حاشرنهن الحين بينك. يا سلام سلم الله يا ابوك انا قيت نمونة. ليش ما والله لو ظهرت ممثل بغدي واحد غير نمونة. ها ابراهيم؟ شفتني؟ غادي فنان. يقولك فنان ابو محمد من يوم يومك. لا لو قاعد لو ظاهر ممثل ولا مطرب بقعد واحد فنان والله والله يبان نمثل انا وانت. اي والله والله لا تو من جيري والله مليون مرحبا ابو خليل. تو ما نور بيتنا. نور بهلا بيتك الله يحفظك. ها ايش عندك ريدي؟ اي تنين شنطه هذا كله صغير على قدنا حجامنا صغير اللي حد من العرب ما شاء الله. لك ابراهيم حجمك وايد فنان مستوي. جزاك الله. ايه فنان. ومحسن. انت شو تشوف غيرنا اسمه؟ ها؟ ديتشو. ديتشو؟ ايه. ديتشو انت تشوفه؟ ديتشو. غايب. شيء تبي تقول؟ ايه عندك سر شيء تبي تقول؟ الهاف طايح والوزار طايح والحالة لله. زين ولد احمد علومك؟ زين سلمون عليك هالعيد كلهم. شفته وين شفتهم؟ هني ظهروا عندك؟ انت او هذا معاه هذا وهذا معك. اي يوم في المهرجان هذا كل حد صلاح يسالون عن صلاح كلهم يسالون عنك. خلاص لا بعد وينك وين؟ باقي شهرين. وهي ثاني وثالث ورابع وخامس ما يودنا عن المهرجان الا كان ميتين لا حول ولا قوه. أمين بعد؟ محناية محناية كم هي؟ كم؟ You know this guy? Yes, I saw in the Snapchat. والله؟ Yes. He's... I think it's our family. آه؟ Same to us. شو بلا؟ دبي. سير دبي أنت؟ إيه. متى؟ العصر. اليوم؟ بتبات ولا؟ بتبات. وين بتبات؟ اليوم. قلت أم مريم. الله يحفظك يا صلاح سلم عليهم حبيبي. نسي سؤالك صلاح. ما انت هذا ولا بلا جواز عنده جواز علاجي. يا وكلي عنده جواز ليش بس كلام نسي شوي الحنايه. بي كيرفل صلاح. ام كامينج افتر تومورو. يلا يلا ثانك يو صلاح. باي باي حبيبي. محسن محسن 24 ساعة خليك ويا صلاح. ابراهيم انا بركب منيت منك. شو هالدبة؟ يلا مع السلامة صلاح. صلاح باي باي. يلا اخطف عادي انت. محسن خل بالك على صلاح. يا رب اسمي اللون موال منك يا ابراهيم. الكرسي كرسي لون حمر ما زين الشكل والله العظيم. شوف ابيض على احمر رقم واحد. وانا ابيض على ابيض. وين الابيض؟ صفر ورقه. اي عاد العقال ابيض؟ لا لا صباخ ابراهيم. ابراهيم منو هذا الرجال؟ منو هذا؟ السلام عليكم يا جماعة. ما شاء الله ايش حالك الله يحفظك. كيف انت؟ بالصحة.
وليش يا ساتر مسوي ابراهيم هاي الساعه لين الحين؟ هذا ليار زمان بالجيمي. والله والنعم فيك وفيه. نعم نعم. الله وين تبون ان شاء الله؟ عند الفارماسة الرياض. الله يحفظكم ان شاء الله. زين زين زين. نعم ويانا على الطياره يعني. الله يسر امورك. الله يحفظك. شوفوا قول شوفوا احمد الحوت الضايع. ما شاء الله الحوت. نعم الحوت. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. جزاك الله خير. نحن ابوي قوم بالدقس. تعرف قوم بالدقس؟ لا ما نحن. الله يحفظك. فكوا العرب فكوا العرب من الوقفه في اللاين. ابراهيم فكوا العرب من السين وقبضوا خساره وقت وخساره موظفين. الحمد لله جزاهم الله خير. اقول للمضيفه متى البوردينج؟ قالت اتوتند بوردينج. بوردينج ويل ستارت ات 10:10 اند نو ابوفز وي دونت ميك اناونسمنتس. واي؟ اتس ا كوايت لاونج. اتس اتحاد. اتس اتحاد. ثانك يو فيري ماتش. تحبون تدو الله يحفظهم. ايش رايك ابراهيم؟ ابو تير هي رقم واحد. حافظ عليك. في طيران في اللونش مال طيران الاتحاد. اللونش هذا مال طيران الاتحاد يتميز بالهدوء عدم ازعاج مرتادين اللونش هذا. شو السبب؟ الناس التي كان بيصير ولا بي ما يبقى طنق طنق طيارة الفلانية طنق طنق طيارة الفلانية طنق طنق ما فيهم على الصدع. قال ابوي شيء ابوي شاشات بدال الشاشه 3 و4 و5 شاشات اللي يبي يطالع ترى يخبروك من تحت ترى نحن ما شيء صوت ما نذيل شرط المطارات اللي من غير نقول ترى الطياره الساعه الفلانيه طياره ما شيء تاثير باجل لك على طيارك هالكثر وقت يوم تبع دله الدم صوت نحن ما نبي نزعج ابوي الركاب والسائر الجاي ما نبي نزعج حد. مين الظلم مين؟ هاي عليك الأول هاي عليكم الأولين راحوا. هذا الجنم الخالدي هذا الجنم الخالدي أبغى أنا خلنا نشوف حبيبي بس اسمع صوتك كان لك زمونة خير مخي. هذا الصافي حبيبي هذا الصافي أبغى على نعمي خلنا نشوف مخي في البيت الصعو نشوفه ولا نشوف اسمه. وهذا المين وهذا الصافي وهذا الشعري من على على دينار على دينار على دينار. ايوه وين دينار عندك؟ دينار 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 الصافي. خل خل نشوفك يا عمي. هذا الصافي هذا قاعد عندي مر البحر نص على الحياه ودي منصوري. اي والله يضربك كافين على ايمن ديناتك على حسابي. بشر امه. دينار الصافي دينار ودينار الجنم دينار دينار الصافي دينار ودينار الجنم كان الخالد 800 فلس. والله ما ادري 800 انا ابوي ما يبني. هذا الرجال الطيب هذا الرجال الطيب ما قصر لكن ما بيعطي يحبونك خالد 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 اول شيء هو والله كيلو كيلو دينار وحق الخالد 3 كيلو دينار. يعطيك العافيه على الحال. اسمعني عاد يا صاحب الخالدي اذا ما بتعرف خبه على خبه على على صوبي هذا. لا 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 كان ما يحب على الهبك يا يبا. ها؟ كان ما يحب على الهبك. منو هذا هو؟ هياك ابو يمر علينا يا يبا. ها؟ دينار الصافي دينار. منو؟ 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 نعم؟ ما يمر علي ابوي خايف. ليش؟ لا تقلق يا يبا. اطلقوا ما يطلعوا ربعهم. دينار بالذات. وين هذا؟ هذا ما شمال. اه يعني
Thank you very much. شكرا الحبيب. شكرا شكرا جزيلا. يعني ولا كرسي فاضي. طيارة لين عينها فل. ولا كرسي فاضي. هذا في البزنس. الله يحفظكم. ويليام ويليام عايش يو ليف ان ابو ظبي هاو لونج 10 years. ما شاء الله عليك يا ويليام. اند يو ستيل ان ابو ظبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. This is good. How and you learn a lot of Arabic business. ما شاء الله ابوي. امطار عندهم في الرياض. امطار تبارك الرحمن. يستاهلون يستاهلون. يلا الله يسجينا مثل ما سقاهم يا رب العالمين. ربنا اعطاهم ما نسانا. يستاهلون. صبيب عندهم صدف دوم تجمعني مع كل اصدقائي القدامى. لقيت الاخ الحبيب الصديق صديق الطفوله راشد الظاهر. كيف حالك بسنين؟ الله يحفظك. كيف انت؟ الحمد لله على السلامه. سلم عليك. الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك. شو سبحان الله طيب في الرياض. الله يرحبك على فضل. طيران الاتحاد دائما الحين في الطياره فوق لقطتك مع 5 و6 صحيح. وكلهم بالصدفه صحيح. وانت ما شاء الله الحين لقطتك في الطياره وفي مطار الرياض. جزاك الله خير. شفت محلها الصدفه. بالنسبه لي انا الصدفه وايد جميله. اكيد اكيد. الحين تابعينك يا ابو احمد. لا خلينا من. الله يجزيك خير ان شاء الله موفق في رحلتك ان شاء الله بزيارتك للرياض. الله يبارك فيك ان شاء الله نتلاقى. على بركه الله ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله يا حبيبي. هذا مستر الخالدي خالد. This is me. Thank you very much. المطارهم في منتهى الروعة. سلاسة في العمل. ترتيبهم نظيف. فنان مطارهم. يعني كلمة جنان قليلة عليه. ومنسق وابتسامة. مرحبا وشرفتونا. وكل شيء كل شيء كل شيء. كل شيء موجود عندهم. يعني الله يحافظها من دار. No, I'm fine. أبوي ما تنقز إلا السمين. ما تنقز إلا السمين. ما كل شغلهم ولايتي. كل أبوي ورشة وستنلس ستيل زجاج من القوي ورخام من الزين وكل مطيب. كل شيء فنان وغاوي عندهم. إيه هاي يقولك ما تنقز إلا السمين من هالأشياء. إيه نعم. ما شاء الله الخير فوقهم تحتب. لازم كل شيء عندهم فنان وغاوي. إبراهيم الشيء فوقهم تحتب. وكل شيء عندهم زين. لازم كل شيء أبوي في مطارهم بيغادي فنان ولايتي. ما شاء الله عندهم الله يحفظكم الـ STS. عندهم عروض خاصة لهل بالسوشيال ميديا. العرض هذا اللي أنا أخذته كم سعره لو سمحت؟ الشهر 160 160 ريال شهر كامل يعطيك Unlimited سوشيال ميديا خاص وخدمتهم زينة وقوي. يعني شيء عندهم لكن هذا احسن ما يكون حق هل بالسوشيال ميديا اللي هو اللي انا اخترته. ما شاء الله ما شاء الله. من البارحه في الليل يقول لك ما وقف عنهم المطار. ما وقف عنهم المطار. الدنيا ابوي خرسانه خرسانه. يعني الله يعطيهم ان شاء الله ويزيدهم الزوايد الخير. والدنيا خضره عندهم.
تبارك الرحمن فوق الطيارة الدنيا كلها رضان خضر في الرياض. على الله يعطيه ويعطيك المسلم يا رب العالمين، ورب عطاهم ما نسانا. جزاهم الله خير يا ابوكم اللي اخترعوا هالشيء، سووا هذا شير لوكيشن تشوف اللي ساير واللي جاي. وحين نحن وعدنا ريال عازمنا على سمونه على على شو اسمها هي نسيت اسمها والله غريدة غريدة هب غريدة غريدة الله راسه اسكت فضحتنا هب جنادرية what the name for this one الدرعية 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 فضحتنا الله يضحك يا الله منك درعية الحين ها we will reach him just now ها الدال بعد يا ربي هذا الرجال اللي يشلنا ها هذا الرجال اسمه فهد يالله يالله يحيله هو مال ترتيب وتنظيم ما ادري شو في اي بي ابوي ما تشوف هذا بكبره في اي بي ها ها هذا نفر ها هذا هذا نفر هذا ابوي هاي اللي تشوفونه ها اللي سايرين له هذا حين وين من هن ها هذا ابوي اللي نحن سايرين له شو اسمه هذا فهد في اي بي فورمولا اي فورمولا اي الدرعيه الدرعيه هذا نحن حوين سايرين للدرعية إن شاء الله بنحضر بنتفرج بنتعين الله خير يوم الإمارات بعد ما نقدر نقول شيء الله يحييك ويبجيك يطول بعمرك أقولكم والدنيا أبوي الرياض غادي اليوم عروس الرياض غادي عروس التحرش هالين زهاب زهاب الملك بكبره يحطوب المعاريس ما شاء الله تبارك الرحمن كلن يشتغل أبوي على قدم وساق يركضون راكبة دبش عندك ودونك ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء مرتب ها شوف العالم من هناك خلق الله ما صبر جميل شو بقولكم أمر مستوي في الرياض في الرياض أبوي مستوي حدث ما ظني سوى في الدنيا العودة لو تشوفون الترتيب اللي مسوين حد شارق وحد يدخل غارب وحد يركبون في ديه يحطون الحيول عسب يوم يدخل من تحت الجرس وحد شو بقولكم مدخل بي ومدخل سي ومدخل مدخل مليون مدخل ومدخل ويايبين مال ترتيبات حد شرق وحد غرب وكلنا مساهم في الترتيبات كلنا مساهم من ذكاء من ذكور من إناث ابنيات على الشوارع يرشدن السواح الناس وين جايين ويتجمعون كلهم أبوي في الباركنات العودة وتشيلهم أبوي باسات كبار وصغار وكلن أبوي تحرر استغفر الله رمي الجمرة عندهم ما شاء الله البنات شو هالبنيات ها كلهن أبوي مشاركات في تنظيم كلهن أبوي مشاركات في التنظيم ها شوف هنا ما شاء الله عليهم يا ربي سبحانك يا رب يا الله يا رب تحفظها من دار اليوم يومنا بيكون ان شاء الله كله في الدرعية من الحين لين الصيف اللي ولا بنسير الفندق بنسير نسوي الفندق بنسير نسوي الفندق حق الرجال وحين ابوي بنازم في الدرعية وبنتغدى وبنتعشى وبنحضر ابوي الاحتفالات والدنيا وبناكل هوانا وبنمزر بطونا من هبات الريح اللي الله كاتبنا وخلاف ابوي بنسير الفندق غاية الرقال وباكر ان شاء الله بنكون في لازم الناس اللي داعينا الدعوة اللي من ابو ظبي هاي دعوة ثانية اولى ثانية اولى وهاي الدعوة الثانية هاي الحين دعوة داعي اللي حق هذا تبع الدرعية يميع الباسات تنشل اوادم 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 خلق الله ما خلق اسميهم رتبوا طول ابوي حي الابراهيم بعد شكرا امنيا رقم واحد هذا بوابات بي 2 جي 2 ما ادري شو كل حد ابوي بحيله كل حد ها وهنا كانوا يضربنا على ناويه حطوا لنا هذا ها تدخل عالم من هالبوابات كلها ترتيب الله يحييك ويبجيك ترتيب ما شاء الله عليهم وعلى الله يحفظهم عليهم هذا المدخل اللي نحن فيه هذا المدخل ها كلهم بوتات ها تبع طيران سعودي تبع الاحتفالات شرق وغرب يعني امور وايد هناك المنصه الرئيسيه وين العلم هناك المنصه الرئيسيه حاليا وهذا المكان القسم هذا اللي تشي حيولهم بنفسجيات ها
هذا تشوفونه. شفت بلعك وانا بعد اشوفه من لقيت. هذا خالد الخالد. والله مليون مره. شرفنا بشوفك والله. ساعه مبارك اللي شفناك. ساعتك ابرك الله يحفظك. وشرفتونا طال عمرك. تستاهلون هالحدث الكبير. الله يطول عمرك. وبرك الساعات والله يبارك فيكم وقناتكم طال عمرك. هلا هلا. هذا البوت تابع حق الخطوط السعودية، هذا القسم كامل يخبرك عن مراحله ومنذ إنشاء وشو أنواع طيرانه وشو الطيارات اللي عندهم وأحجامها وعددها، كل موجود من عندهم، اللي يبقى يدخل داخل يخبرونا عن كل شيء. سيارتهم، هاي السيارة المشاركة في الفورمولا تبع الطيران السعودي، فالكم الناموس. والله يا ابوك ما تقول انت في السعوديه، والله يا ابوك ما شيء ما مستحيل تقول انت في السعوديه. يا ربي اختلفت مليون درجه يا ابوك، استوت غير نمونه البلاد، زانت 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 الاف المرات، الاف بل عشرات المرات، لا ترى الالاف اكثر من العشرات، عشرات بل الاف المرات. الحين عاد والله العظيم يا ابوك مستحيل تقول انت في السعوديه، والله يا ابوك لو ما بالعبي بتقول انت هذا شيء مهرجان مستوي في كولون في بقعه، يعني مستحيل هذا يكون، انا ما بمصدق عمري، انا تعرفون ليش انا مستعيب؟ لاني من 34 35 سنه ما جيتنا الرياض. ما شاء الله ما شاء الله، اللوادم اختلفت، مواترهم اختلفت، كبرهم اختلفوا في اللبس وفي الكلام وفي كل شيء، كل شيء كل شيء إلى الأحسن. يا سلام سلم، لا إله إلا الله، تجمع غفير. شو هاك الحين المكان هاي اللي تشوفونه فوق، ها كله في آي بي، ها شارين التكت من متى، ونحن الحين أبوي نحوط ويا العرب، هاي كلها نحن نحوط ويا اللي ما بالفي آي بي، نحن ويا العادي بي، العادي بي نحن أبوي منهم، والفي آي بي هناك فوق، والحلبة من الطرف هذاك، نحن خلاف، نحن وين بندخل الحين؟ لا خلاف متى وين بندخل؟ بنروح ناكل لقمة، ادري عقب، لكن وين بنسير؟ هذا الرئيس هذا بنحضره نحن؟ بجيري بجيري، ما بنسير نحن، ما بنطالع هذا، ها؟ لا لا ما انا ما نحن ما نبي مع السي اي، اشعري بنسير ابوي بجيري، بجيري الساعة 5 والحين الساعة 3، بتريا بعدنا ساعتين وخلاف بنسير الفندق، فندق ابوي نحن ما نباح الحين. انت تدري اني انا شايف هلك في وين؟ لا قبل العام انا شايف انهم في وين؟ في لندن، والسنه شفتهم في هالمكان بالصدفه. الرياضي على مستوى العالم لحظات، وايد مبسوط اني شفتهم بالصدفه. سباق الفورمولا، الله يحفظك ويبارك. لقيت امك، امك بنتي، بنتك هذيك بنتك؟ والله سبحان الله، الله يبارك، الله يحفظك، ما شاء الله الله يسلمك، احنا من اشد المعجبين فيك، على الله يحفظك يبارك فيك، والسناب حقك كله طاقه ايجابيه، الله يرحم والديك يطرح لك البركه. لكن انا اللي خلاني اتذكركم الاسم الغريب جود، جود انا ما سمعت حد اسمه جود والله الا هذاك اليوم، يعني جود تعرف هي اكيد اكيد، لكن ان بني ادم اسمه جود صدق، هي والله اول مره، جود يمكن رجل لكن بنيه حرمه، لا لا مؤنث ومذكر، والله مثل صباح بالضبط، سبحان الله، يعني الله يحفظكم، الله يطول عمرك، تنظيم في منتهى الروعة، شيء جميل وشيء فنان، كل من أرقى ما يكون، نورتونا والله، الله اللي يخلينا منكم، يبارك فيك حبيبي، مرحبا مرحبا. غميضة ما هو حالي، ما هو حالي، ما هو حالي، يا ربي والله إنه ما هو حالي، لا قال ولا شاورة ولا ناظرة. ياسين الله يحفظكم، وين هالتركات؟ التركات، يزين فضلك، يزين فضلك طال عمرك. وين التركات ها؟ وين الأكل؟ وين الدنيا ها؟ وين الطعام؟ وين الطعاز؟ وين الأكل؟ وين البلد؟ يوا عليو عليه في الدنيا كلها فينا، والله غميضة، الحمد لله لحقت على آخر دقيقة في هاي الطيارة العرض. أنا؟ هي هي لحظة، هذا المخطط المكان اللي نحن فيه، نحن الحين وين مكاننا؟ احنا مكاننا الله يسلمك هنا في منطقة ال ايوه نحن هني، وين اسبوع الرجال هذا؟ هني نحن زين؟ هنا ايوه في هالمكان، وهذا ابوي هذا المضمار، وهذا ورا شو هاك؟ هذا منطقة الجيري والتجربة الرائعة هنا، وفي بيت مبارك
من مبارك. بيت مبارك هذا بيت شعبي قديم تاريخي معروف بالرومسيلة؟ نعم. وفي شو اسمه جنادرية، تجربة الجنادرية. أيوة. ميني جنادرية يعني. إيه إيه. سوينا برضو كمان منطقة هناك. والبحي البجيري معروف. شو يعني البجيري الحين بتقولون البجيري؟ ما حي من زمان هذا، شوف هذا اللي فتح الملك قبل 5 أيام. أيوة. حي الطريف هذا تو فاتحين. مو بطريف، حي الطريف. إنزين، لكن هذا عبارة عن شو حين؟ في فنادق جوا على فكرة. والله طين، بيوت طين وتراث تاريخي قديم جدا. الله الله. نعم. الجماهير شوفوا وين كانت، شفتوا هالسنطوانة؟ كلها جماهير جماهير ليل هاك المسرح البارحة. هناك استوى، استوت لا تم عمرو دياب ولا يدت عمرو دياب ولا خالته. جمهورنا الرائع بعد. شفتوا كلكم داخل واتسابات اليوم منتشر هاي البراح العود، هاي كلها ممزورة أوادم. أول مين الثاني مين الثالث؟ وحين داخل أبويها عجلت تبويها الفورمولا تبع الارجنتيني خوسيه ماريا لوبيز عندما قال له باي باي مع السلامه. على ابو كلها هناك باي مع السلامه. شوف 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 مع التشجيع بالفعل. السيفتي كار الان، السيفتي كار بالفعل راح يكون سباق رائع. اخر 5 و6 دقائق راح يكونوا رائعين بالفعل. يا سلام يا سلام يا سلام. ايوه عم نشوف حاليا الدرايفر الاخير. وصلت السيارة هاي التتويج، هاي منصة التتويج. قلتلكم شيء ها، اعطيتكم خوز الله من عرض الحدث مره دق الحديد وهو حامي. كنا تقولون ما انقل لكم شيء في خير. ها فنان ها طال خلق خلق الله ما خلق. I think we got some work to do because these two guys were, the two Tichita cars were so fast. I mean, even with the drive-through, he was right there at the end. So yeah, but a good start. We'll work on that and keep it going. This is a massive deal, really, because obviously it's the first. We're putting on such a show for the crowd. لحظات وسيبدأ حفل التتويج وحفل توزيع الجوائز. فدعونا نحتفل. Let's begin the celebrations by awarding our winners. Firstly, I'd like to welcome on stage. دعونا نرحب على المسرح ممثل الفريق الفائز, the representative of the winning team, Mr. GF Thurman from Team Andretti Autosports. Team Mahindra Racing Formula. Second place driver,
والآن مع النشيد الوطني and now for the national anthem للفريق والسائق الفائز. The national anthem of the winning driver from Portugal. للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الذي سيقدم الجائزة للفريق الرابع. He will present the trophy to the representative of the winning team. Jay. خالد بن عبد الكريم الفهيم. هلا 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 ابو محمد. شحالك فيصل؟ كيف انت؟ الله يسلمك. فرحت بشوفك في هالدار الطيبه اللي فرحانين فيك. الله يسلمك يا اخي. هذا عرس. اي والله فرح حلم شيء 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 صراحه شيء مهول يعني بيني وبينك. وبعد ما خلص بعد ما سمى جيري. جيري عباره عن شو؟ جيري طال عمرك في المنطقه القديمه، هاي ترى الدرعيه هي اساس ال سعود. هاي المنطقه القديمه الهم. نعم هذه بلادهم. الدرعيه الدرعيه هاي بلاده ما عاصمه الدرع. ايوه فالبجيري طال عمرك منطقه قديمه مجدده وبتحصل فيها المطاعم وقعدات ويتجمعون فشيء جميل صراحه. انا متقدم نيت متاخر ولا هذا انا يا ريال ما بحاط في بالي نبي. ايه سبحان الله جيتني الا بالصدفه. جتني الدعوه وانا اول ما نزلت المطار. شيء يعني الحمد لله نيت قالوا لي شيء ما يتفوت. اي والله ما يتفوت. شنو اللي جاي بيسوي في نفس المكان؟ الشباب 10 سنين عندهم. 10 هني؟ 10 سنين يقول لك ماخذين عقد وياهم بطوله هاي فورمولا اي سياراتها ما كهربت. ايوه 10 سنين فيها كل شيء ما يتفوت. فيصل هل اللي ورانا منو؟ ايوه اقدر اصورهم؟ لا لا اصور والله ما طاع ما فينا ابوي تكون علينا نيفي؟ لا ما نعرفهم. لا هاي هاي لا لا هذا لا ممنوع والله؟ ممنوع يبونكم
زملاء في السعودية مستحيل حد يصدق، مستحيل يصدق إني أنا الموضوع ما يصدق يعني، ولا بحياتي شفت هالنمونة. أمم 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 شيء مهول عالم هذا. نحن بس حين في مكان يمكن أظني 300 متر في 300 متر، ما بالك الأماكن اللي من غير. يا ربي يلا شباب طبعا اول بس اسمك التحين؟ نعم انت شو اسمك؟ وليد. وليد؟ ايوه. زين وشو بتراويني من اللي عندك؟ عندنا طبعا احنا محل تشونك، احنا براند سعودي ناجح جدا الفتره الحاليه. عندنا تشكيله واسعه جدا من الكيكس، الميني بيستريز، الكافي. انت ليش ما تراويني البراند اللي عندك؟ طبعا احنا براند اسمه تشونك. اوكي، من انجح المحلات الموجوده في المملكه الحين. نعم. بننافس اكبر البراندز الانترناشونال على مستوى المملكه. زي تمام. زين ليش ما تدخل البوتس مالك؟ يلا تفضل معنا. ما عليه؟ يلا تفضل. ما بيقولوا لك شيء؟ لا تفضل. مش ممنوع؟ لا طبعا. من اللي بيوديني انت ولا هو؟ انا ان شاء الله راح اكون معاك ان شاء الله، اوديك اوريك كامل تشنك ان شاء الله من داخل. جزاك الله خير، ما تقصر. هاي هذا ال على اليمين وعلى اليسار. هذا لكم انتم. اي هذا كله. وهذا نعم هذا لل هذا الشيء كل الطلبات عندنا، الكيكس الكريبس الوافل الدرينكس. أه. كله في كله في الاثنين. كل نفس الشيء يعني؟ كله نفس الشيء نعم، بس احنا قاسمينه اثنين علشان طلبات كثيره الحمد لله. ما شاء الله. يجي زبون وين؟ يجي زبون من هنا يطلب على اليمين من الاوردر. اها. ياخذ طلباته يا شباب. تكون اوراق هنا طال عمرك. أه. تترتب الامور هنا كامله في هنا، البان كيك الوافل الكريبس تعمل قدام العميل عشان يشوف نظافتها ويشوف الكواليتي حقها ويعرف لك. والتوبينجز في الخلف مع الشباب. أه. تكون من هنا عندنا نوتيلا، عندنا البيستاشيو. طبعا الطلبات ما هي كل المنيو موجود هنا. أه. هنا اللي موجود التوب سريعه. ايوه باقي المنيو السبيشل. أه. في الستور عندنا هنا. انت بكبرك سبيشل. الله يعطيك العافيه على عيني وراسي. السلام عليكم. يو ار كاوتينج ماني يا ربي. ايوه هذا الكيكس طبعا اللي معانا الميني كيك. طبعا عندنا احجام. أه. عندنا ريجلر وعندنا كبير كذلك، بس ان عندنا ميني هنا. هذه الانواع هنا، البان كيك الوافل طريقه عمل الكريبس. الكريبس عندنا تقريبا هنا عندنا بس نوعين، والباقي الانواع كامله عندنا الستوك. أه. منيو كبير والكافي هناك. المنيو مال الكريب شو يكون عاده؟ حاليا اللي عندنا احنا هنا هي. أه. النوتيلا والبيستاشيو صوص. أه. والستروبري. شو اللي اكثر عليه الطلب؟ اكثر عليه النوتيلا. والله النوتيلا والبيستاشيو، عشان كذا احنا جايبينها هنا. زين نحن شو بتحطوا لنا؟ احنا بنحط لكم كله، النوتيلا والبيستاشيو والستروبري. يا علم يا ابو الجنه، يعني جابك الجنه. هناك نحط طاولتنا صح؟ نعم هناك طاولتنا. زين يلا توكل على الله. طبعا هذا 15% خصم خاصة لعملاء تشنك اللي جو الايفنت هنا. ما شاء الله. يستلمونه ويكون الخصم يبدا من يوم الاحد في الفرع حقنا. فرعنا هذا العنوان في التخصص، شارع التخصص في الرياض. ما شاء الله. يجيب الكرت هذا ياخذ الخصم 15% على كل شخص يشتري هنا مع التكت حقه الخصم هذا. والله شيء جميل. الله يعطيك العافية. على الله يحفظك. هني الاستلام صح؟ هنا. هنا الاستلام يعطي طلب الاوردر من هنا. هناك زين يطلع يمشي من هنا ويستلم من هنا. عندنا شباب منظمين هنا ينظمون كيف الطريقه. الشباب تبعكم الشباب تبعنا. اي نعم يرتبون كيف طريقه الاستلام والتسليم بحيث. ها. انه ما يصير كراودد ولا يصير في تاخير على الطلب. ايوه اوكي. والطلب كل حد عنده الفاتوره ورقم الفاتوره حقته. ايوه ويكون اللي يسلم الطلبات احد المدراء حقنا علشان هو اللي يعرف يصير الكوميونيكيشن مع الشباب. يعليك تسلم. دائما شرفنا. حياك الله. مرحبا. الله يحفظك. هذا الكريب بالشوكليت، هذا بالبستاشيو، هذا الوافل بانكيك. يا سلام. سر نجاح براندهم، سر نجاح براندهم هالحرمه يعلى الله يحفظها. خوّد كتفك كم أكبرة يا ربي. يعلى الله يحفظك، مشكورين على هالشغل المميز. شكرا على هالضيافة. يعلى الله يحفظك يبارك فيك.
البراند ابوي كلهم سعوديين، سعوديين وسعوديات، كلهم اللي قاعدين الشغل كامل كإدارة وانتقاء البضاعة وكل. أقولكم أنا سويت العمري بزنس كارت، والبزنس كارت مالي مكتوبة مكتوب عليها المقولة المأثورة مالتي، هذا ظهر البزنس كارت: Do not say I haven't told you. لا تقولون ما قلت لكم. ها لكم بالإنجليزي عادة، هذا عادة مالي، هذا للخاصين عادة. خالد شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أبو فيصل على هالعزيمة الفنان المميزة في هالمكان المميز، كل الشغل زين وترتيب ما شاء الله. إبراهيم والله إبراهيم ما كان إلا شوية، أنت ما شاء الله عليك زي ما صربنا كنا اللي حصلنا وأنا شاد هذا وهذا مر وهذا والله ما كانت من هذا يا رجل يا ربي هذا شغلكم بوي كل مرتب يعلى الله يحفظك، كل رقم واحد وكل زين بياض وي يعلى من يابك الجنة. تسلم يا شيخ الله يبارك فيك. شو تقول انت حينه؟ نورتونا الامارات من المملكه العربيه السعوديه. ايوه شويه شويه جنب الامر ده. مصر ومصر ام الدنيا. مصر ام الدنيا ده تشرفونا في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. لا براند هذا موجود في مصر مستحيل. لا لا قريب ان شاء الله. قول والله. لا ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل سيدنا محمد. وهالريال انه. شرفتونا. مين هذا؟ الاخ نشمي. مرحبا نشمي اسمك؟ والله والنعم. والنعم. جزاك الله خير. بعد يشتغل معاكم؟ ايه. ماشي. تيشيرت انت ملحف اي ايوه حين عدل الف لا باس عليكم مشكورين مشكورين شوف الله عليه فنانة ها اي والله انا من نوادر اكل هالاشياء ما ادري من كم سنه والله ما اكلته لا رهيبه اي والله هذا شوكليت ولا شوكليت نوت مع شوكولات مع إيه شوكولات مع تسمونه هو هذاك الفستق لحسب شو اسم الفستق بالإنجليزي ما أعرف نسيت والله العظيم يا أبو لو بشرح لكم من اليوم لمية سنة ما بروم أوصف الوضع اللي أنا فيه والمكان والعالم العالم العالم ما تقولوا ما بالسعودية مستحيل تكون السعودية مستحيل تكون السعودية اللي أنا أحيدها وأعرفها مستحيل هاي ما هي السعودية اللي أنا أحيدها وأعرفها أنا أبو شو بقولكم أمور أمور لا والله تستاهل الرياضة أبو بني عنيلها من قبل تستاهل لكل زمان دولة ورجال كل شيء كل شيء هذاك وطر هذا وقت وهذا تيم وهذا زمان وهذا برنامج كل برنامج له وقت معين والحين عز الرياض عز المملكة حاليا عزها في كل شيء راقي وكلاسيكي أحس أن كل شيء مميز مميز وجميل جميل بدون مبالغة يعني شيء كأنك في كرنفال كأنك في شفتوا لنيوير اللي يستوي في دبي وين برج خليفة أضربوا بألف أضربوا العدد هذا ألف شيء مهول أمم أمم لا إله إلا الله أربيكم اللاين شوفوا اللاين اللي وين ها شوفوا ها وانت ساير وانت ساير وانت ساير وانت ساير هذا كله عليهم كله عليهم هاي كله عليهم هاي كله عندهم كلهم ابوي عند شانك كل هالامم جايين ابوي كلهم عند شانك كل هالمخاليج مخاليج خلق الله ما خلق جايين عند شانك اسميك يا شانك مسوي لهم سبب يمع امم لا اله الا الله عندك ها نشوف حد ابوي كنت صاط حد ابوي جاي يستلم هاك وين تو صورت انتم يستلمون كلهم جايين عند شانك هذا اسعار اللي تسألوني ما ادري به كل عند خالد بن عبد الكريم وفيصل هو عازم لنا وامس المس ابوي على العرب كلها والناس هي عاد حين ها الناس ابتدت تحيع عاده
على ما تشوفه. شوف الله عليك. في الرياض لا في نيس ولا في كان أها ولا في نيويورك ولا في لاس فيغاس أها تحرون عماركم في هالبلاد في الرياض هاي بوي ها كله في الرياض في الرياض ها وهذا الدليل هذا الدليل إن نحب الرياض إيه والله تحرون يمزح ها هذا الدليل هو الدليل اي والله ترى هاي اللي تشوفونه هذا كله بلاش ها كله بلاش ها كله بلاش ها ابدا كله بلاش فلوس ولا بلاش الله يرحم والديك ويطول بعمرها كله بلاش كله شوف ها كله بلاش شوف يا الله يا رب تدفع الشر والبلاء مشكور ثانك يو شلكم ان تونا جايين الفندق نحن الحين جايين فندق الروم هالطريق كله من الصبح لين الحين ظاهرين والحين ابوي تونا واصلين نحن في البوابه الحين هالبوابه روح عباره عن فندق يا ابوكم ترى الله يحفظكم من عقب من المطار صرنا وين درعيه والدنيا مردفيسه وين الطراب وين الاناسه وين العارضه ما رمنا نسير ما رمنا نسير شمنا الملوك والرؤساء كلهم هناك وما تروم تمشي من العالم أمة لا إله إلا الله فحين أبوي نحن ردينا الفندقنا أسكننا مارو شوف الله عليكم الفندق يا ربي هذا بلاد هذا الفندق اللي بنسكن فيه بعد الله يجنن شوف شوف أخباره أبو محمد يا رك الله إبراهيم فندق يا أبوكم ثار هذا بلاد بلاد من كبره بلاد بلاد يا ربي خلف الدغري هذا واجه على ما تشوفون عمدان هذا أولي شوفوا والله ضاع ضاع كرت كل فندق في الدنيا شفته من عقب هذا اللي أنا أشوفه ضاع كرت كل فندق في الدنيا العودة ما يبالي كلام خبروني وقالوا لي أنا غير ما توقعت إن هالنمونة والتصوير أبوي ليه صور وليه نجسم صور المبنى في تليفونات هذا أبوي وفي النت قصر وما عطى المبنى ربع حقه ربع حقه ما حصل هالمبنى هالفندق أبوي ما حصل ربع حقه أسميك اللي صورت هالفندق ونشرت صوره على التواصل الاجتماعي أنك أبوي ما عطيته نقطة من محيط من حقه نعم الحمد لله شو قرفتنا نحن اللي بتعطونا إياها رويال سويت زين أبوي سوينا رويال سويت ها بركاتك أنت يا أبراهيم والله بركاتك أنت نعم عطوك أبوي رويال سويت شي فنان وشي في المكان الغاوي على الله يحفظهم ويبارك فيهم وناس كرام الله يبارك فيك يحفظك يا ابوك هذا تحفه معماريه يا ابوك هذا هذا ما بفندق هذا يا ابوك يزيغ العين على الله يحفظكم ان شاء الله نعم يا ابوك والله يا ابوك صروع عقلي ما تصروع عقله لا استوى شراته فندق ولا ظني بيستوي شراته فندق ها ظني كملوا يمكن 1000 سنه يخدمونه ما عنده فترة الإنجاز كم نصوركم عاد خلاف مرافق الخارجية
التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل سامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح. نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. اللي بيشيل على هذا الطريق ولا بيشيل على هذاك ولا بيشيل على هذا، المصيب هو أخو والغلطان أخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، ونسامح الغلطان إذا غلط حتى أنه يفهم أن نحن والله ننجده، ما نتركه، ما نتركه ولا ننبذه، لا بل أن ننجده ونساعده حتى يجي على الطريق الصحيح. أي إنسان ليسعفه إنسان ينسى؟ ما ينسى. الباب الرئيسي هذاك ريسبشن، وهني دق عود، وهاي استراحة بعد مقير، وهاي حين جهة الأسانسيرات. أعطونا الله يحفظكم. في أي دور؟ في الدور الرابع. عدال بعض الأسانسيرات، أظن هي 3-4 أماكن. يحفظكم أول ما تنزل من الأسانسير أيك مدخل على اليمين وفي وجهك، هذا بعد جدا مقسم، لا من كبره نحن قسمنا على اليسار. يقول إبراهيم أبوكم هذا ما بفندق، سمعتوا به اليور؟ هذا اليور بعينه وعلمه. ها؟ شو؟ تكذب بعيد عني؟ شوف الله عليك مالك يا ربي، من عقب هالفندق أبوي ما بشوف أي فندق عدل، من عقب هالفندق بشوف فندق. إبراهيم توين ساير حينة؟ عدالك؟ بلاتك أنت، كذبت علي يا عيل. ها؟ في ذمك؟ هذا قسمي أنا وهذا قسمك أنت، وانت بالله عليك بيسولك في هالبنقلة الحين انت هناك روحك. يا ربي اسمينا طايحين بمال ما ورا والي. حافظ الله عليهم. اقولكم الحين تظنكم اني انا بيين رقاد روحي في هالمكان، هذا هالمكان العود. بروم انا ارقد روحي في هالمكان؟ والله يبوكم غير هين. هابوك مال 10 أوادم يجلسون في هالمكان، انا بروم ارقد روحي؟ والله يبوكم غير هين. هابوك يبالي 60 آدمي، هذا ابوي يبالي 60 آدمي، لبس هب 6 أوادم 60 آدمي ما يرمون يمزرونه. وابراهيم حاطين روحه في مكان، وين روحي؟ قرب الله تبارك بيتقرا يرقد على الكرسي. يا ربي يا هي الدنيا، يا هي الدنيا. شوف الله عليكم غرفة النوم وين؟ كثر ميالس نبيني أنا. يا اليور لمعدي مكتب الحين نفر واحد، أنا لو دريت إنها النمور أصلا ما صرنا هالبقعة اللي صرنا لها، كان كلنا الصعبة يلسوا بقعة من هالبقعة. يا ربي حد ساكن فيها الحمام، هي حافظ علي.
يا ربي حجرة النوم. ها يا رب البيت والحرم، يا رب البيت والحرم. يا ابوك اني انا روحي بابا في هالمكان، والله يا ابوكم لظهر من ديوان عقلي. برايا شنطتي عيست وانا ترتربها. مكتب بعد بعد ما قصروا هاللي عازمين يا حرام. مكتب للحمامات في كل زاوية من زوايا هالبقعة اللي نحن فيها حمام. بلبج الليتات كلها ما بخلي شيء مسكر ما داني ظلام. انا حين روحي بيرس في هالمكان قرب الله كابراهيم. والله لين ايلس روحي يبقى وادم يبقى يزوه. انا ما دريت ان هالدنيا كلها هذا شو؟ ها؟ هذا شو بعد؟ بعد غرفة من غير شباري هنتين. ها حجر بعد من غير شباريها تي عليهم بروحها عازلة عمرها. تلفزيونها وحماماتها ودنياها. هذاني مال حد مرافق ولا شياته. يا ربي هالمكان. أبوكم يورق أقولكم ها وين ما تصير حمامات أنا أبوه في دماغكم. أنا بيلس روحي يلا بنا المسخ لاف. هذا أبوكم كم يبالك كم أدبي. حجرتي بين حجرتي وحجرة إبراهيم. هذا قسمي وهذا قسم إبراهيم. إبراهيم يلا أبوي صليت يلا 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 إبراهيم. أقول لك لا يكون الحين حد يوعيني من الرقاد يقول قم 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 محسن يترياك تحت صلاح. يا ربي يلا نقفض يلا يلا محمد لحظه ثواني بس بيريالي تريالنا تحت على العشب ابراهيم برد ترى بتصور خلاف انت يلا خلاص وقعت الاوراق على المكتب. هي وقعت قرب الله ابراهيم بعد قسم اخير عن قسمي انا. يا ربي قرب الله إبراهيم ويا من حظ الله عليكم. إبراهيم يلا أبوي يا سلام يا سلام. انت لو غرفتك نفس لو غرفتي يا أبو محمد ما أدري حتى راسي دار يا أبوك. انت راسك داير من يوم يومك ضربك الزهايمر هناك بالحب. بسم الله علي الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الرحمن. إبراهيم يلا غاية تحين عشاء عزومين عدوين الله أعلم به هالريال اللي عاز منه وين بيودينا العشاء. أنا ما قليت من اللوء. قول والله نعم والله يا أبوك إني ما أنسى هاليوء. أنا ترى مساعة كلنا المشي كله اليوم ترى كلنا مساعة في ترى مساعة في هذا يسمونهم في المهرجان أيها ما كان الظهر وين الظهر أبو محمد. الله كريم ما زين له المكان يا ابوك ليكون نحلم. هل هذا وقع ما في حاجه شيء جميل. اقولكم انا ابوي وصلت وركبت السياره ونحن ابوي انا وابراهيم في ضيافه
متعب الثنيان. الله يحييك وشرفتنا يا ابو محمد. الله يعز مقدارك ويحفظك. مشكورين على حفاوة الاستقبال، ومشكورين على حسن الضيافة، ومشكورين على هالمكان الفنان يا رجال. اتحرى عمري احلم هالمكان اللي لازم فيه. ما نوفيك حقك. الله يسلمك. يعني الله يطول بعمرك ويبارك فيك. مشكورين. الحين وين بتودينا عشانه؟ مطعم ان شاء الله في نزوم ينتاشى. زين زين. يعني الله يحفظك. بخير انت ابراهيم؟ يوم انتم بخير انا بخير غالي. يا جزاك الله خير. السيائر هناك في الباركن هذا ومطعمهم هذا اللي يبونه له اسمه نزومي في هذا الشارع العام. مطعم فنان رقم واحد، طوله طول وعرضه عرض، بلاد من كبره. شو اسم الفندق المطعم؟ مطعم نزومي. بارك الله هذا بيفندق على ما تشوفون بلاد شرق وغرب. هذا نزومي. حاولت اصور 15 يوم، حاولت اصور ادخل المطعم مرض منزول جميع الحريم والعوائل والشباب. سباركلي هذا ابو يربيعنا كان في ديزلدورت، وهذا الرجال اول مره انا اعرفه. الحين بخبركم هذا الرجال ابو اسمه عبد الوهاب العيسى. وهذا الرجال منو؟ هذا الرجال من؟ دخل البيت. ها؟ ايه هذا عبد الرحمن الله يحفظه. وهذا ابراهيم توفيق. وهالجماعه وهالمكان اللي فيه المكان اكثر عن روعه. ما روم اصور الطرف هذا؟ ما شاء الله خط الشهره. لا ما بروم اصور. والله يا ابوك ما خلى شيء ما يابوه لنا. صراط بنواع والخضروات والحلويات والدنيا على ما تشوف. هذا حلاته يتصور. اي والله. والله مليون مرحبا. الله يحفظك. عشوا تعشينا عينا من الله خير. شكرا على حسن الاستضافة وشكرا على هالعشاء الفنان وهالمكان الفنان وهاليمعة الفنانة. ما منكم قصور والله، ما بدر منكم إلا كل طيب وكل زين. الله يطول بعمرك. مشكورين مشكورين. الله يجمع ما بيننا إن شاء الله. آمين آمين آمين. شرفتنا. الله يسلمك. ييتي الله يحفظكم لعاصمة المملكة العربية السعودية هي لزيارة معرض أكسينا للمطابخ. هذه المعلومة حين خبرناكم ليش العنوة. وبكرة بيكون في إيفنت واجتماع وشوروم كبير، وبيستوي فيه موضوع تشويقي عبارة عن منصور قيبة وأنا بنكون نحن لجنة التذوق. بيكون في مهرجان طبخ ونحن بويايبيننا مخصوص علشان حن ذويقة الأكل. وبيستوي بينطبخ قدامهم الطبخ، وفي المكان نفسه الشروم مالهم مال معرض مطابخ أكسينا، ويايبين طبابيخ معروفين عالميين من السعودية، طبابيخ مسمايين يعني. فلذلك بيستوي التصويت على جودة الطبخ ونوع الطبخ وشوم الطبخ كل هالأشياء إن شاء الله. يلا تصبح على خير. تصبح على خير. الله نشوفك. لا خليك إن شاء الله. على الساعة كم؟ الساعة 11 الظهر. وكل على الله.